وقد رفع الخلائق إليك أبصارهم وأنت في أيدي الملائكة، قد طار قلبك واشتد رعبك لعلمك أين يراد بك. ستسأل عن كل صلاة تخلفت عنها، وهل حفظت الصوم والزكاة؟ هل أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر ودافعت عن أعراض المسلمين؟ ستسأل عن حقوق وواجبات وأوامر ومنهيات، فمنهم من يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، ومنهم من يحاسب حسابا عسيرا ويدعو ثبورا ويدعو ثبورا. فحاسبوا أنفسكم عباد الله، حاسبوا أنفسكم عباد الله. قال صلى الله عليه وسلم: يأخذ الله عز وجل سماواته وأرضه بيديه فيقول أنا الله، ويقبض أصابعه ويبسطها ويقول أنا الملك أنا الملك. فتأمل حال العصاة والمجرمين في ذلك اليوم، يوم يشتد غضب الجبار جل في علاه، وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله أنطقنا الله أنطقنا الله. قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون، وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. يطلبون رضا ربهم فلا يستجاب لهم، فلا يستجاب لهم، فلا يستجاب لهم. فحاسبوا أنفسكم عباد الله، حاسبوا أنفسكم عباد الله. فتأمل عبد الله موقفك غدا بين يدي العزيز القهار، والله إنها ساعة لا يخفى على الموقنين رهبتها ولا على المتقين شدتها. اللهم يسر حسابنا ويمن كتابنا وثقل موازيننا، زحزحنا عن النار، أدخلنا الجنة يا عزيز يا غفار.